في الكرة المصرية، وعادة اللي مش بيكمل مع النادي الأهلي لا ده كمان بينتشر في كل أندية مصر، وكل موسم تقريبا هتلاقي من 60 ل 70 لاعب أمروا على قطاع ناشئين النادي الأهلي، وكمان الفريق الأول في النادي الأهلي. يمكن النادي الأهلي فيه أكبر عدد لاعبين ممكن من قطاع الناشئين، محمد الشناوي كابتن محمد الشناوي طبعا كلهم كباتن، محمد الشناوي، شريف إكرامي، رامي ربيعه، محمد هاني، حتى حسين السيد، سعد سمير، حسام عاشور، كريم نيدفيد لسه قايلين، لعيبه كتير جدا، كابتن رمضان صبحي طبعا، لعيبه كتير جدا من قطاع ناشئين النادي الاهلي. انا طبعا مش عايز انسى حد، لكن تقدر تكون تشكيل كامل كهربا. من قطاع ما ينفعش ننساه وطبعا كهربا من قطاع ناشئين النادي الاهلي بعد جولاته ورجع طبعا للنادي الاهلي، طبعا ما ينفعش ننسى كهربا من قطاع ناشئين الاهلي. فبالتالي هتلاقي تقدر تكون تشكيل قوي جدا من ابناء النادي الاهلي من حراسه المرمى وحتى راس الحربه، لكن عشان كده لازم نلقي الضوء على ثروات النادي الاهلي ومستقبل النادي الاهلي. ومعانا اول لاعب بلال محمد عطيه، هو مواليد 2008، هداف فريق براعم الاهلي مواليد 2008، المركز مهاجم، لعب 10 مباريات، سجل 8 اهداف، صنع 5، يعني بمعدل مساهم ب 13 هدف في 10 مباريات. هنيجي بقى للاعب الثاني واللي اعتقد كتير من جمهورنا عنده فكره عنه، عمر سيد معوض ابن الكابتن محمد بركات. ابن الكابتن سيد معوض لاعب واعد ولاعب كتير جدا من الناس المسؤوله عن قطاع الناشئين. عشان ما ننساش يا احمد لازم ندي الشكر فاروق صلاح المجهود اللي عمله معانا في الفقره دي، وكابتن اسامه حسني اللي ما بيبخلش علينا باي حاجه دايما ومساند لينا، فكان لهم دور مهم جدا والصفحه الرسميه وكل من ساعد في ان هو يدينا معلومات مختلفه عن قطاع الناشئين. فنرجع لعمر سيد معوض، لاعب مهم وواعد والجميع يثني عليه ان هو فعلا موهبه بالفطره، وجايب جينات بقى الاهلاويه. كابتن رمضان السيد، كابتن سيد معوض، يعني اعتقد فعلا لاعب مؤهل، بيلعب جناح ايسر وجناح ايمن وبيلعب ايضا ظهير ايسر، هداف فريق النادي الاهلي مواليد 2006، يعني هو لاعب هداف وهو لاعب جناح وبيلعب احيانا كفول باك، لعب 8 مباريات سجل 11 هدف. ابن الوز عوام بس بزياده، لا هتفوق بقى شويه. هو كمان بيلعب بلاي ستيشن كويس وبيكسب الكابتن محمد بركات. عندنا لاعب بعد كده سيف ايمن، طبعا شبه مارسيلو بس على صغير، 2005، احد العناصر الاساسيه في فريق ناشئ الاهلي مواليد 2005، طبعا بيلعب مركز جناح ايمن، 5 اهداف وصنع 6 اهداف، يعني ساهم ب 11 هدف هذا الموسم مع قطاع ناشئين الاهلي تحت 2005، مواليد 2005. نيجي للاعب اللي بعده مواليد ايضا 2005 وهو يوسف عفيفي، كابتن فريق الناشئين بالاهلي مواليد 2005 واحد اهم هدافي الفريق ولاعب مميز جدا صانع العاب، ومع ذلك سجل 6 اهداف وصنع 7، ولاعب الجميع بيؤكد ان هو مميز جدا على مرمى الخصوم، وموهبه من المواهب اللي لازم النادي الاهلي يرعاها ويحافظ على وجودها. والاهم رساله لكل الناس اللي بنقدمها في الفقره دي، اهم من ان انتوا النادي الاهلي يحافظ عليكم، ان انتوا تحافظوا على نفسكم، لان عايزين نرجع نتكلم ازاي في يوم من الايام ناقشنا في الحلقه دي اسماء كانت فعلا تستحق. وكتير يا فارس بيكون في نجوم في قطاع الناشئين والاشبال، لكن ما بيقدروش يكون عندهم الاتزان اللي يخليهم يلعبوا فريق اول. فنتمنى طبعا النجوم اللي احنا بنستعرضها دي هم نجوم في قطاع الناشئين، ان شاء الله يكونوا امتداد لنجوم اثرت النادي الاهلي على مدار تاريخه. طبعا معانا الموهبه اللي بعد كده ميدو اسامه، حلو ميدو اسامه، مواليد 2004، طبعا هو هداف فريق النادي الاهلي مواليد 2004 برصيد 9 اهداف، شارك في جميع المباريات وبيلعب في مركز صانع الالعاب. طبعا خط وسطه كان كابتن اسامه حسني، له اشاده كبيره بهذا اللاعب، وان شاء الله نتوقع له مستقبل باهر، وان شاء الله يقدر يضيف او يصعد للفريق الاول زي اللي سبقه. من ميدو اسامه لميدو نبيل، وكان القطاع عامر بميدو وهداف الفريق، ويحتل منفردا صداره هدافي بطوله الجمهوريه للناشئين في الدور الاول، صانع العاب وجناح ايسر، لعب 11 مباراه سجل 15 هدف. الارقام بتؤكد ان اللاعبين واعدين يا احمد. بالتاكيد. ومعانا احمد سيد عبد النبي مواليد 2002،
وبرغم انه مواليد 2002 لكن تم تصعيده من عام مع مواليد 2001، وهو احد العناصر الاساسيه في الفريق، لكن الاهم كمان ان هو احد العناصر اللي انضمت لمعسكر منتخب مصر مع الكابتن ربيع ياسين. والكابتن ربيع ياسين دايما بيمتاز بانه عنده عين خبيره في قطاع الناشئين، ودايما اللعيبه اللي بيضمها لقطاع الناشئين بتبقى لعيبه مميزه وبتقدر تصنع اسماء. وشفنا طبعا جيل رامي ربيعه وصالح جمعه، والاهم ياس كمان عند الكابتن ربيع ياسين اللي انا بشوف انه كتير جدا مش واخد حقه جماهيريا، خاصه فيما يتعلق بقيادته لمنتخبات الشباب، ان هو بيجيب لعيبه من كل حته في مصر، وبالفعل بيبذل مجهود كبير جدا على انه يدور على المواهب بغض النظر عن اسماء الانديه. طبعا ده مركزه احمد سالم عبد النبي ظهير ايمن. عندنا بعد كده احمد نبيل كوكا، احد ابرز العناصر الاساسيه بفريق الاهلي ومنتخب مصر الشباب، ومؤخرا شارك مع منتخب مصر الشباب في بطوله شمال افريقيا الوديه بتونس، لعب 3 مباريات من 4، خط وسط مدافع وظهير ايسر. في بقى نقطه مهمه حابين نكلمكم فيها، ان هو انضم لاكاديميه النادي الاهلي عام 2007 وهو عمره 6 سنوات. لازم نعرف ان اكاديميات النادي الاهلي ايضا لها دور مهم جدا، مش مجرد ان هي اكاديميه او ان انت تفقد فرصك لو انت مش موجود في اختبارات الناشئين داخل النادي، كمان اكاديميات النادي الاهلي بتدي فرصه تشارك وتتحول للاعب دولي في النادي الاهلي، الحلم دايما ممكن يحدث. بالتاكيد يا فارس، سواء الاكاديميات الداخليا او خارجيا، خارج مصر احنا عارفين طبعا اننا فروع خارج مصر. ننتقل مع لاعب هو موهبه كبيره جدا، هو شادي رضوان، اختارته صحيفة الجارديان ضمن أفضل 60 موهبة صاعدة حول العالم. بخاف من الحاجات دي. هو ده بقى فكرة الاتزان النفسي، هو هيقدر يتحمل ده، لكن إن شاء الله نتمنى في النادي الأهلي أكيد في رعاية كاملة جدا بفكرة الاتزان النفسي اللاعبين. وإن شاء الله هو طبعا لقبه الفراري ومركزه جناح أيسر وأيمن، وطوله 173 سنتي. طبعا شادي رضوان موهبة كبيرة جدا، وإن شاء الله يكون إضافة بإذن الله. نيجي للظهير الأيسر لمنتخب مصر الشباب، واحد اهم اللاعبين في تشكيله النادي الاهلي ومنتخب مصر الشباب، ومن افضل مواهب الكره المصريه في مركز الظهير الايسر. 2001، هو من مواليد 2001، محمد اشرف، شارك مع المنتخب مؤخرا ايضا في بطوله تونس الوديه، ولعب اساسي في كل مباريات البطوله. من محمد اشرف للعربي جمال، هداف الموسم الحالي والماضي بدوري منطقه القاهره، وهو طبعا مهاجم مواليد 2000. الموسم الماضي لعب 18 مباراه وسجل 21 هدف، ما شاء الله. لا، الرقم اللي بعده بقى. الموسم الحالي لعب 9 مباريات وسجل 19 هدف. نتمنى الكابتن المستر ريني فايلر يبص عليه، الارقام دي أرقام كبيره جدا. ارقام دايما تستدعي وبتعكس بالظبط وبتعكس فكره ان هو هداف بالفطره، والهداف بالفعل عمله نادره، واعتقد احنا في مصر بنعاني في المركز ده. نتمنى ان شاء الله للتوفيق. ومش صغير يا احمد، فاعتقد مهم جدا نشوفه قريب، حتى لو يبدا يدخل بشكل في مباريات تسمح فيما بعد. نيجي بعد كده لمحمد شكري، ثاني هداف فريق الشباب، لعب 17 مباراة وسجل 11 هدف، ولكن هو مش مهاجم، وهو ثاني هداف فريق الشباب، جناح مهاجم وظهير أيسر. من شكري لفخري، محمد فخري مواليد 1999، هداف بطولة الجمهورية للشباب هذا الموسم، أحد مواهب كرة القدم المصرية، قادم للنادي الأهلي من نادي غزل المحلة، وده طبعا صفقة اتكلمنا عنها قبل كده. حصل مع فريق الشباب الموسم الماضي على بطولة الجمهورية، وشارك مع المنتخبات الوطنية في كافة المراحل السنية، موهبة واعدة جدا، وعمل اسيست رائع جدا في مباراة الأهلي والزمالك مواليد 99، مركزه صانع لعب، والأهداف 12 وصنع 7، يعني مساهم ب 19 هدف. نيجي لتشكيل المثالي لناشئين النادي الأهلي عام 2019، وبنعيد الشكر لكل المسؤولين في القطاع، كابتن أسامة حسني، فاروق صلاح المجتهد اللي مدنا بمعلومات كتير، الحقيقة سير مع فريق الإعداد جدا ما دونهم ما كانش عمر التقرير ده يخرج والفقرة دي تخرج بالشكل ده. مصطفى شوبير في حراسة المرمى من مواليد 2000، فارس طارق في الدفاع من مواليد 2000، ومحمد عبد المنعم من مواليد 99، محمد أشرف ظهير أيسر من مواليد 2001، وأحمد عبد النبي ظهير أيمن من مواليد 2002، ميدو نبيل ارتكاز مواليد 2003، وأحمد نبيل كوكا مواليد 2001. معنا خط الهجوم يا أحمد، عمر سيد معوض 2006، ومحمد فخري مواليد 99، ومحمد شكري مواليد أيضا 99، والهداف بالفترة إن شاء الله العربي جمال مواليد 2000. خلصنا بكده فقرتنا اللي نتمنى تكون قدمنا فيها حاجات فعلا تكون مختلفة، وفعلا نكون عملنا اون سبوت بمعنى الكلمة على حاجات نتمنى جمهورنا يكون سعيد بيها.
هنطلع فاصل ونرجع لفقرتكم المحببة ريمونتادا.